ومشاهدينا لتفاصيل أكثر حول جلسة كركوك ينضم معنا المحلل السياسي من كركوك علي مالله. أهلا ومرحبا بك سيد علي. يعني وبالبداية، ما هي آخر التطورات التي حصلت بشأن جلسة كركوك، وما هو السبب الانسحاب من هذه الجلسة؟ مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة التغيير. الذي حصل في محافظة كركوك اليوم، الكتل السياسية كانت متفقة على عقد جلسة محافظة كركوك حسب الموعد الذي تم إعلانه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الساعة 1 ظهرا من هذا اليوم الخميس، الذي حدث بأن المجموعة العربية يضاف لها أعضاء المجموعة التركمانية، العضوان كانوا حاضرين في بداية الجلسة، يعني لمدة ربع ساعة كانوا حاضرين، ومن ثم تلاها دخول الرئيس السن الذي هو محافظ كركوك بالوكالة السيد راكان جبوري. لكن هناك مقاطعة كانت لأعضاء المجموعة الكتلة الكردية لم يحضروا. مثل ما تعرفين، المجموعة الكردية منقسمة إلى كتلتين، كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني يضاف لها عضوين من الحزب الديمقراطي الكردستاني. حضرت العضوة واحدة عن الحزب الديمقراطي إلى الجلسة، ولكن أعضاء الاتحاد الوطني لم يحضروا. يعني حسب ما متداول الآن هو داخل المجلس بأن هناك خلاف على صيغة انعقاد هذه الجلسة، هل ستكون هذه الجلسة مغلقة أم ستبقى مفتوحة؟ يعني الاعتراض الجانب الكردي المتمثل بالاتحاد الوطني على صيغة هذه الجلسة، انعقاد هذه الجلسة، هل ستكون مغلقة أم ستبقى مفتوحة؟ نعم، هذا ما جرى لحد هذه الدقيقة. هناك مفاوضات بين الكتل اللي للخروج بصيغة، لكن الآن القاعة مفرغة ولا يوجد فيها أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة بعد خروج غالبية الأعضاء المتمثلة بالعرب، ومن ثم تلاهم التركمان وكذلك العضوة من حزب الديمقراطي. نعم، يعني نفهم من كلامك بأن الأعضاء التي انسحبت من هذه الجلسة هم من التركمان والعرب وعضو من الديمقراطي، فيعني السبب الرئيس لخروجهم من هذه الجلسة، يعني دخلوا ثم خرجوا من الجلسة، هو برأيك سواء الجلسة مفتوحة أم مغلقة فقط، لا يوجد أي سبب آخر؟ نعم نعم، أعضاء الاتحاد الوطني لم يدخلوا للجلسة لقاعة المجلس، الأمر الذي يعني لم يعطي العدد الكافي لأن يكتمل المجلس. تعرفين المجلس هو من 16 عضو، يعني غياب الاتحاد الوطني يضاف لها العضو المسيحي، يعني 6 أعضاء لم يحضروا، الذين حضروا هم فقط أعضاء المجموعة العربية. وحتى أعضاء المجموعة العربية لم يحضروا كاملا، يعني هناك يعني العدد لم يكتمل لعقد هذه الجلسة بسبب عدم حضور، يعني تقريبا ما يقارب من 6 إلى 8 أعضاء لم يكونوا حاضرين بسبب عدم الاتفاق على صيغة هذه الجلسة، هل ستكون هي الجلسة مغلقة أم ستبقى مفتوحة لغرض أن تبدأ الإجراءات القانونية لعقد هذه الجلسة. يعني هذه الجلسة لم تعقد لحد هذه الدقيقة. نعم، طيب هل لنا أن نقول اليوم سيد علي بأن مجلس كركوك فشل في عقد أولى جلساته؟ أخفق في عقد هذه الجلسة التي دعا إليها السيد رئيس الوزراء. الآن هناك اجتماعات تعقد بين الكتل لغرض إذا تم التوصل لاتفاق سيتم عقد هذه الجلسة، لكن المعطيات العامة تشير بأن هذه الجلسة لم تحقق النصاب الكامل ولم تتفق على صيغة معينة لبدء هذه الجلسة ومن ثم الشروع في الإجراءات التي تلي عقد هذه الجلسة. يعني هل من مؤشرات لوجود جلسة مسائية هذا اليوم أم لا يوجد أي مؤشر على انعقاد أي جلسة مقبلة؟ القاعة فارغة ولا يوجد فيها أي شخص، يعني الأمور تشير بأن هذه الجلسة أخفق أعضاء مجلس المحافظة في تحقيق النصاب الكامل لعقد هذه الجلسة. نعم، كل الشكر لك المحلل السياسي من كركوك علي مالله على هذه التفاصيل.